ارتكب هذا التمساح خطأ فادحا عندما حاول أكل هذا الضفدع. اعتقد التمساح أن الضفدع وجبة سهلة وشهية يجب عليه الحصول عليها، إلا أنه لم يكن يدري أنها ستكلفه حياته. عثر بعد أيام على التمساح طافيا على الماء ميتا، وعندما تحققوا من أسباب الوفاة وجدوا أن معدته كانت ممتلئة بسم ينتجه نوع من الضفادع يسمى علجوم القصب، وهو نوع من الضفادع أحضرته الحكومة الأسترالية للمساعدة في قتل الخنافس التي كانت تتلف محصول قصب السكر. ولكن مع مرور الأيام أصبح علجوم القصب هو نفسه آفة خطرة، حيث قتلت هذه الضفادع بسمها الكثير من الحشرات والأسماك والبرمائيات والطيور وكذلك الثدييات الصغيرة، وقد ماتت الكثير من الثعابين التي أكلت علجوم القصب متأثرة بسمها.